أنتم اليوم في إطار مواكبة حملة نظافة أمام جامعة القيروان، وتشوفوا في الأشغال معناتها موجودة في إطار بطبيعة تحسين واجهة الجامعة، تنظيف بطبيعة، إزالة الأعشاب الطفيلية، معناتها ردم زاد رفع الفضلات، ردم الحفر وتهيئة الطريق أمام الجامعة. إذن هو مشكور السيد المعتمد الأول الأستاذ شادلي الجناوي على المبادرة هذه الطيبة، وهي كذلك تندرج في تضافر الجهود بين الولاية وكذلك جامعة القيروان ووزارة التعليم العالي، اللي احنا كما نعرف سنة هي سنة النظافة، ومعتها وسيد الوزير معناتها يأكد على معناتها نظافة الحرم الجامعي المؤسسات والجامعة، وكذلك مساهمة الطلبة. وكما تشوفوا اليوم بحذانا معناتها طلبة موجودين، كما تشوفوا جمعية فسقية الأغالبة، كما تشوفوا الكشافة التونسية، كما تشوفوا المجتمع المدني في القيروان. إذن هناك شعور وكلي معناتها لمعناتها المجتمع المدني ككل. اليوم في إطار حملة نظافة احنا نعرفوا الجامعة التونسية بالتنسيق مع بلدية القيروان وبلدية الأقادة فوج الكشافة، جمعية باست اليوم قاعدين يقوموا بحملة نظافة واسعة على مستوى الجامعة والمحيط نتاعها. نعرفوا سنة بأن 2023 هي سنة النظافة، احنا ديجا قاعدين نخدموا عن جامعتين تويك، بدينا في حملة نظافة الموسعة كانت الأسبوع الفارط على مستوى معتمدية القيروان الجنوبية، تحدثنا عليها لما في محيط الأعدادية النموذجية، دخلنا في العديد من المناطق كذلك في القيروان الشمالي. اليوم الحملة متواصلة إن شاء الله، باش نحاول نواصله ديما أن باش نعطوا صورة جميلة على ولاية القيروان من أجل تحسين جمالية المدينة والحفاظ عليها. حاجة جميلة برشا اليوم قاعدين نشوفوا في طلبة موجودين وقاعدين يشاركوا في حملة النظافة، تتعاضد الجهود الكل أكيد جدا، تعاضد الجهود باش نحاولوا أن ننجحوا حملية النظافة هذه. كما تراو اليوم عملنا حملة نظافة، حبينا نشاركوا فيها كطلبة باش نوعيوا الطلبة على أهمية معناتها تنظيف المحيط نتاعنا الجامعي، باش كيف تكون ذيك فايدة راجعة لنا نحن، على خاطر نحن اللي مساهمين في التوسيخ نوعا ما نتاع المحيط هذاك، فنحن زادة يلزمنا نظفوه ونكونوا مشرفين على حملة النظافة هذه. كما تراو بدينا من قدام جامعة القيروان حتى كش الإساءة قروين القدام غادكينا، كانت بمعدات بسيطة معناتها جواندويت دي ساشي، عاونوا بعضنا بحاجات بسيطة، دعنا دي تراكز. الحياة فهم زهرة الحياة.